في البداية سيد روبن، الأهمية السياسية لزيارة الرئيس بايدن إلى المملكة المتحدة ولقائه بالملك تشارلز ورئيس الوزراء سوناك، ولو أنها كانت زيارة مقتضبة وقصيرة؟ Well, it's great to be with you, Jihan, and with my colleague. The meetings. زميلي إن اللقاءات للرئيس بايدن اليوم في بريطانيا لها أهمية كبيرة لأنها يعني أن الولايات المتحدة تقوم ببذل كافة الجهود للتنسيق في هذا الشأن، وأعتقد أن هذا أيضا يوضح الدعم الكبير للعلاقات الثنائية في كثير من القضايا الثنائية. وأيضا من المهم أن نؤكد أن الملك بريطانيا اهتم بموضوعات متعلقة بتغير المناخ، والرئيس بايدن ركز أيضا على بعض الموضوعات ذات الصلة، وهذا كان حوارا ثنائي تناول فيه بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك. والرئيس بايدن كان يعمل على بعض الملفات بناء على حقيقة أن المناخ يتدهور بشكل أسرع مما هو متوقع، وهذا اللقاء تناول هذه الموضوعات، ولكن الحدث الرئيسي هو القمة لحلف الناتو.